طيب سامح، احكي لنا اكتر ازاي الباروكه بتركبها للاطفال، يعني هم مثلا عشان سنهم صغير اكيد مش هيعرفوا يركبوها لنفسهم، بعد كده يشيلوها تاني، محتاجين مساعده من الاهل من اهاليهم. هل انت بتعملها لهم تبقى ثابته على طول ولا مواصفات معينه، ولا يعني بيشيلوها ويحطوها، ولا الاهل هم بس اللي بيركبوها للاطفال؟ هي الباروكه دي بيبقى ليها نظام كليبسات او مشبك من الخلف من هنا، تمام، واحنا بنعملها على قد الحجم بتاع الراس، لان كل واحد ممكن تبقى راسه مختلفه عن التاني، فبنعملها بيبقى ممكن توسع سنه وتتضيق سنه، فاي حد ممكن يساعده فيها، وكمان فيها مكان قدام، ممكن لو هو مثلا بيتشقى كتير وبيلعب وكده ممكن بنحط له ماده كده بنجيبها لهم، اه اللي هي بتلزق دي، ما يعني بتتشال كل مثلا اسبوع 10 ايام كده، تبقى سهله برضه.